قبل ما ادخل في تفاصيل ترند الاهلي، معايا من خلال بث مباشر من ملعب مختار التتش بالجزيره الزميل العزيز كريم احمد، مراسل قناه النادي الاهلي، عشان يطمنا على الاستعدادات وتدريب النادي الاهلي اللي قدامكم على الشاشه اهو، استعدادا ان شاء الله لمباراه مصر باذن الله غدا. كريم، مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. طمني على حاله الفريق والاستعداد، وطبعا بعد حسم الدوري بالطبع هناك استعداد خاص للفتره اللي جايه، ممكن يكون في راحه عدد كبير من اللاعيبه الاساسيين، الدفع بعدد كبير من اللاعيبه القادمين او الصاعدين من قطاع الناشئين. الصوره عندك في التدريب، مين واخد راحه، مين بيستعد لمباراه الغد، ايضا كمان المستجدات اللي قدامك في ملعب مختار التتش بالجزيره. الحقيقه طبعا زميلي محمد، يعني عايزين ناكد طبعا على المعنويات المرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. حسم لقب بطوله الدوري العام رقم 42 شيء كبير جدا، اسعد كل جمهور النادي الاهلي واسعد اللعيبه. المباريات المتبقيه يعني خلاص انت عارف كلها تحصيل حاصل، لكن عندنا هدف، واكيد الجهاز الفني عنده هدف، اظهار بعض طبعا اللاعبين اللي ما كانش بتشارك خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، وايضا كمان استعداد خاص مهم جدا ليها البطوله الافريقيه، وتحديدا طبعا المباراه الاولى هي مباراه الوداد المغربي. عايز اقول لك طبعا قبل انطلاق المران كالعاده هي الكواليس الخاصه بها المباريات، كل المباريات انت عارف النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مباريات كؤوس، نادي بيخش مباراه بطوله الدوري العام تحديدا كمباراه كؤوس، فاكيد النهارده كمان كان في استعداد قوي جدا من خلال محاضره فيديو قبل انطلاق هذه المباراه، متابعه طبعا كل الامور الخاصه بفريق نادي مصر. ويمكن ده اللي قاله مستر يونيف فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ، عايزين نعمل مباريات وعايزين نشوف اداء وعايزين نشوف اللعيبه طلعوا اللي عندكم، عايزين نسعد كل جمهور النادي الاهلي، خلاص حسمنا اللقب فمستنيين وجمهور النادي الاهلي مستني الاداء، وده اللي بنعمل فيه بشكل كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، ان احنا نشوف اداء ونشوف حماس ونشوف الجديه مع لعيبه النادي الاهلي بعيدا طبعا عن حسم لقب بطوله الدوري العام. يعني من خلال الصوره طبعا زميلي محمد، كل اللعيبه بتشارك فيها تدريب، يعني التدريب النهارده كان المفروض يكون 4:30 لكن بدا الساعه 5 طبعا زي ما اكدنا قلنا بمحاضره فنيه اولى. النهارده يمكن تدريب يعني نقدر نقول في جرعات تدريبيه مختلفه، يكون النهارده في كروسات، في تصويب على المرمى، يكون في تقسيمه طبعا مصغره. النهارده كمان باكد لك ان التدريب مغلق تماما طبعا، يعني انت عارف طبعا بيكون في بعض الستائر حوالين ملعب استاد مختار التتش كلها مغلقه طبعا لسريه المران، زي ما باكد لك اقول لك مستر ريني فايلر واخد المباريات القادمه كلها كمباراه كؤوس. مش معنى ان النادي الاهلي قدر ان هو يحسم بطوله لقب الدوري العام ان يكون في استهانه بالمباراه القادمه، وده ايضا كمان اللي اكد عليه في المحاضره الفنيه الاخيره. ان شاء الله باذن الله مباراه الغد بالنسبه لفريق النادي الاهلي نشوف عدد من اللاعبين ما كانش بيتم الدفع بيهم، نشوف ايضا كمان مهام لبعض اللاعبين كمان. اتفضل زميلي محمد. اتفضل. يعني في التمرين موجود العربي بدري، محمد فخري، محمد شكري، مصطفى شوبير، في عدد من اللاعيبه الصاعدين ممكن نشوفهم في مباراه الغد او في المعسكر ان شاء الله. علي لطفي كمان عايز اطمن عليه. بالتاكيد ده الامر طبعا، انا طبعا كنت يعني شايل طبعا موضوع علي لطفي وديفيد سيزا حتى هذه اللحظه طبعا. يمكن اطمننا سريعا كده من طبيب النادي الاهلي على الحاله الخاصه به ديفيد سيزا مدرب النادي الاهلي، وعلي لطفي لسه طبعا يعني مش هيكونوا متواجدين، يعني نامل بقى الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله امر كورونا ده ينتهي بقى تماما من مصر. يمكن فقدان اي لاعب خلال الفتره اللي جايه بيأثر بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن يعني مش هيكونوا طبعا متواجدين في المعسكر سواء اليوم عقب انتهاء التدريب وايضا كمان في المباراه. لكن في نقطة مهمة جدا طبعا كنت حابب اتكلم عليها طبعا من خلالك ومن خلال برنامج ترند محمد طبعا على المباراة الخاصة بمباراة طنطا، يعني كل الامور طبعا والاتجاهات كانت بتشير ان المباراة ستكون في المحلة في استاد المحلة، لكن طبعا كان في تنسيق على اعلى مستوى بين الادارة التنفيذية هنا في النادي الاهلي وايضا مسؤولي نادي طنطا. بالفعل تم تحديد المباراة تكون يوم 26 وليس يوم 27، هي المباراة كانت محدد ليها يوم الاحد، هتكون المباراة يوم السبت في تمام الساعة 8 مساء. وايضا كمان النقطة الخاصة والهامة جدا ان هو هيكون تنظيم النادي الاهلي، يعني انت عارف ان هي مباراة طنطا هتكون طبعا تنظيم الفريق الضيف طبعا، لكن خلاص النادي الاهلي قدر ان هو يحسب هذا الامر، هيكون تنظيم النادي الاهلي على استاد السلام، هتفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي، لان انت عارف محمد طبعا خبره كبيره في هذا الامر، اللعيبه بتعسكر في المنصوره أكيد. ثم بتروح على استاد لا وشرحنا ده في البدايه كريم، قلنا ده في البدايه لا للمباراه بسبب بالزبط. عدم وجود رخصه بالتاكيد لملعب المحله بسبب تقنيه الفيديو، والنادي الاهلي ساهم في هذا الامر. تمام يا كريم. بالظبط بالظبط. تمام كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل يا محمد. اتفضل. وكل التوفيق ليك يا رب، وغدا ان شاء الله تكون مباراه جيده ويكون في دفع بعدد من اللاعبين الصاعدين عشان يتم التحضير بالنسبه للمرحله اللي جايه. كان بالتاكيد مداخله مهمه جدا وعلى المباشر من ملعب مختار التتش مع كل مشاهدي قناه الاهلي.